ما نرضاوش يتقال على بلادنا المغرب بلد غني يعيش فيه الفقراء وما غاديش نقبلوها. إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين تسببت فيها أساسا أسعار المحروقات بالدرجة. تحشناك السيد رئيس الحكومة. بداية نرحب بك السيد رئيس الحكومة معنا وبيننا في هذا الفضاء الدستوري الذي افتقدك وافتقدناك فيه. بالدرجة. تحشناك السيد رئيس الحكومة. طبعا كمعارضة ننتقدك وأحيانا كنكون شوية قاسين معك، ولكن كما كيقول المغربي كان داعي على ولدي وكنكره اللي يقول آمين، وهذا عربون على المحبة اللي كنحكنوا لكم سيد رئيس الحكومة. رئيس الحكومة بحال بوي المغاربة وبمثابة أب للمغاربة، فاش كيتقهروا كيبغيو يشوفوه، كيبغيو يتلاقاو معاه، كيبغيو يشكيو عليه شي شويه، كيبغيو يبكيو عليه، وايضا كيبغيو يمسح لهم دموعهم ويطمئنهم على مستقبل ولادهم وكرامه العائله ديالهم. هادشي علاش كنبغيو نشوفوك السيد رئيس الحكومه بشكل منتظم، وكنشكرك على الحضور ديالك معنا اليوم. كما تعلمون سيد رئيس الحكومه الموقر سيده وزيره الماليه تفضلت مشكوره بعرض مشروع قانون الماليه عنوانه العريض لا جديد يذكر والقديم يعاد. عرض السيدة الوزيرة أيضا تزامن مع تقارير صادمة لمؤسسات وطنية مختصة من قبيل الHTP المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، مفادها الحكومة ديالكم في عامها الأول تدهورت فيها القدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة. 81% من الأسر تدهور الوضع المعيشي، تكرفسوا. 44% حسابهم البنكي صفر درهم. 44% من المغاربة استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض، بما ذلك اللي كانوا مخبين لدوائر زمان تسالى ولو كيتسلفوا باش يعيشوا. وهذا ما يفسر العنوان العريض الصادم للتقرير اللي كيخلع واللي كيقطع القلب ديال 3.2 مليون مغربي تدهورت الأوضاع المعيشية ديالهم وصاروا يتأرجحون بين الهشاشة والفقر، وبالتالي ضيعنا 7 سنوات من المجهودات للقضاء على الفقر والهشاشة. وهي الأرقام اللي أكدها كذلك التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية، جاءت فيها بلادنا وراء دول كتعيش حروب وصراعات ومشاكل سياسية بحال العراق ولبنان وليبيا وأوكرانيا. رقم مرعب ومزلزل السيد رئيس الحكومة. 3.2 مليون مغربي هي طبقة متوسطة فقدات التوازن ديالها المعيشي، وهذا أخطر ما يمكن أن يتعرض إليه بلد. الطبقة المتوسطة هي التوازن المجتمعي، هي عماد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي. ما نرضاوش يتقال على بلدنا المغرب بلد غني يعيش فيه الفقراء وما غاديش نقبلوها. وهنا بغيت نناقش معك واحد النقطة إذا سمحتي سيد رئيس الحكومة، وبغيتك تسمع لي بعقلك وبقلبك قبل ودنيك. إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين تسببت فيها أساسا أسعار المحروقات، هذه متفقين عليها. طالبناكم باتخاذ إجراءات بحال دول أخرى للمحافظة على قدرة المواطنين الشرائية. اقترحنا عليكم تخفيض رسم الاستهلاك، رسم الاستيراد وهامش الربح كإجراء تضامني مواطن. قلتوا لينا ما يمكنش هذيك الرسوم خاصها تدخل للخزينة باش نصلحوا التعليم والصحة. دابا نفكروا جميع، نحطوا إصلاح التعليم والصحة اللي هو أساسي ما مختلفينش في كفة، و 3.2 مليون شخص اللي أصبحوا في وضعية هشة وفقر دون احتساب المواطنين اللي كيعيشوا أصلا الهشاشة والفقر في كفة. لمن غادي نعطيو الأولوية؟ بالله عليكم الجواب واضح. أنا بلاصتك سيد رئيس الحكومة غادي نحمي القدرة الشرائية ديال المواطنين، غادي نحمي الطبقة المتوسطة ديالي لأن هي صمام الأمان، ونأجل ربما الإصلاح التعليم والصحة حتى تدوز الأزمة، وحنا كمعارضة ربما كنا سنساند هذا الاختيار. دابا لا إصلاح شفناه لا ديال التعليم ولا ديال الصحة، ولا قدرنا نحافظوا على القدرة الشرائية ديال المواطنين. الأرقام والمؤشرات متفائلة براقة، بالمقابل لا أثر ملموس في على حياة المواطن، وهذا كيحن على ملف الشغيلة في إطار الحوار الاجتماعي. الميثاق الملتزم به نص على تخصيص هذه الدورة لملفين أساسيين: زيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل. مزيان حسب التصريبات، لأن ما عرفتش حتى شي حاجة رسمية لا جديدة في الزيادة في الأجور. اللهم اللي قدمته الحكومة هو 25 درهم كتخفيض على ضريبة الدخل. المضحك هنا نقابة مستقلة للتعليم العالي جابت 3000 درهم كزيادة. طبعا وحنا كنتمنوا هذا القرار لأنه التزام ديال الحكومة السابقة للوزير سعيد أمزازي الله يذكره بخير، وهذا الشيء راه مدون. مقابل 5 نقابات كبرى وبعد 6 شهور من المفاوضات كيجيبوا 25 درهم، بمعنى تمخذ الجبل
فولد فأرا. الخطير ودابا هادشي ما كيضحكش، حتى تخفيض الضريبه على الدخل جبتوا ليه الدوره في هذا المشروع ديال المالي ديال 2023 ورجعتوا للضريبه ديال التضامن الاجتماعي على 3 سنوات، حتى 3000 درهم ربما اللي خصتوا الاساتذه غادي تاخذوا لهم منها، بمعنى من اللي حيتو لقب ليه اعطيه من هنا وحيد ليه من لهيه. سميتوها الضريبه على التضامن وهي في الواقع زياده الضريبه على الدخل لمده 3 سنوات، وطحتوا في واحد التناقض صارخ في تصريحكم الحكومي والقانون المالي. اش قلتوا لينا؟ غادي نلغيو الضريبه على التضامن بهدف انكم غادي تدعموا القدره الشرائيه للاجراء والموظفين، واليوم رجعتوا ليها. دابا جوج حوايج، اما 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 بان لكم ما كنعقلوش، او ربما بان لكم بانه فعلا تحسنت القدره الشرائيه للمواطنين. الحكومه اليوم زادت في سقف الاعفاءات الضريبيه بلغ 38 مليار درهم بموجب القانون المالي المقبل، مقابل 32 مليون درهم في القانون الحالي، والواقع انها ارقام خداعه. وسعتوا الوعاء الضريبي بفرض ضرائب على المهن الحره، المحامين، المهندسين، اطباء، البياطره الى اخره، من 10% ل 20%. زيل زد عليها الضرائب غير المباشره عبر اليات اخرى، فعن اي اعفاء تتحدثون؟ هنا سيت ان جو دو كريتور، ان توتوغرام بحال اللي كنا كنديرو شحال هذه الصغار. التزمتوا في القانون المالي القادم ب 4% كمعدل النمو، وهذا رقم نظري مبني على فرضيات هشه وغير ثابته. معدل النمو هذه السنه 1%، منين غادي تجيبوا 3%؟ في ظرف اللا يقين المناخي في القانون المالي الحالي، نبهناكم والتسجيلات مازال باقيه، من بعد ما اعلنتوا 3.2% كمعدل النمو قلنا لكم وزيدوا حدها تصب الى صبات الشتاء، ما بغيتوش. وفعلا راه قلنا لكم الى ما صبات الشتاء غادي يطرق، ما تبقى لكم الفصيله، كذلك كان احنا وصلنا لها. راه حنا كنعيشوا اليوم طرق، وفعلا كنعيشوا زمن الفصيله. تضخم حسب اعلان السيده الوزيره حددته في 6.3% اليوم، وهذا رقم غير صحيح. نقول لكم متناقض ايضا مع ارقام بنك المغرب والمندوبيه الساميه للتخطيط، ووعدتم في القانون ديالكم المقبل باش غتنزلوه 2%. انا هنا كنسال باي معجزه كيفاش غادي تهبطوا التضخم من 6%؟ هادشي الا اعتبرنا الرقم لا صحيح، ماشي المتناقض اللي كيوصل ل 7 واكثر، ل 2%. هو في الواقع بصراحه ممكن، ولكن الا هبطتوا من اسعار المحروقات، الا خفضتوا من اسعار باقي المواد، الى دعمتوا القدره الشرائيه بالزياده العامه في الاجور، ولا دعمتوا الاسر المعوزه المغربيه المعوزه. من غير هذا الشيء راه واخا تجيبوا ادم سميث من القبر راه ما غاديش تحققوا هذا الشيء خارج هذه الشروط. المغاربه كيتسالوا اليوم اذا اعتمدنا هذه الفرضيه بتخفيض التضخم الى 2%، معناه شنو هو؟ باش نشرحوها للمغاربه يفهموها مزيان. المغربي اليوم اللي كيتقداه اليوم ب 100 درهم غادي يتقداه في 2023 بهذا الشيء ديال تخفيض 2%، غيتقداه ب 30 درهم. نقدروا نوعدوا المغاربه بهذا الشيء، هذا هو الحساب ديال حصر التضخم في 2%. باش نكونوا واضحين، الغريب ان مؤشر التضخم غادي كيرتفع حسب التقارير في الدول المتقدمه والناميه، وفي المغرب غادي وكينزل. زعما مزيان غير هذه الوعوريه فعلا بغيناها تكون، يعني في العالم كله التضخم غادي يطلع وحنا غادي نهبطوه. مزيان. الثابت الوحيد في هذه الفرضيه السيد رئيس الحكومه هي مغاربه العالم اللي قاربت العائدات ديالهم مليون دولار، وهو رقم غير مسبوق الى نهايه السنه. السيد الوزير نهايه السنه الارقام يعطينا مليون دولار الى نهايه السنه، هذا الشيء راه مضبوط. وفي عز الازمه اللي كيعيشها